لحقت ولادي، احنا قاعدين هنا الساعة 4:30 الفجر، كان معانا أحمد جوهر وأحمد أيوب وحد برضه صاحب محمد، وجي تليفون لمحمد الحق أخوك عنده جلطة في مستشفى عين شمس التخصصي. 4:30 الفجر جرينا لقى أخوه نايم على السرير. إيه يا عبده، ألف سلامة عليك يا حبيبي، تمام زي الفل. تمام، الحسابات هندفع 70,000، عنينا ما اتكلمناش في حاجة، رايحين الحسابات أنا وإبراهيم ابن أخوه، تمام زي الفل. فمحمد بيستفسر من الدكتور، صباح الخير يا دكتور، راح بصص له من فوق لتحت كده ما ردش. فمحمد قال يمكن مشغول ولا حاجه عشان معاه ورق، ولا دكتور الحاله ايه، انت كاتب دعامتين وقسطره، ما ردش. تمام. فمحمد بيقول له حضرتك نايم ولا صاحي يا دكتور؟ حضرتك نايم ولا صاحي يا دكتور؟ انت مين؟ ان ده هو الامن يرمي البني ادم ده بره. بنفس اللفظ نفس، بص بنفس انا الشكل. بقولها لك، انا طالب مراجعه كاميرات، وده في النيابه بقول كده، مراجعه كاميرات المستشفى، ده هو الامن يرمي البني ادم ده بره. محمد قال له انا بقى اترمي بره؟ فراح التاني بيشوطه برجله، راح جاي مع وراني ده الدكتور. لا لا حضرتك واضح طبعا اخد بالك؟ الإصابة. فراح جرينا وبتاع، فمحمد بيطلع الموبايل بيقول له انا مش هسيبك، انا هكلم وزير الصحه، انت البني ادم ده مين؟ انت مش امين على الممرضين بتوعك، يعني اسف، انت مش امين على العيانين على بتوعك العيانين اللي في اللي المستشفى. في المستشفى. فراح ناتش الموبايل من محمد، فكلنا جرينا عشان نجيب الموبايل، واخوه قام من السرير. خلاص جرينا باخوه على فين؟ ما سالوش على اخوه الحاله اللي بتموت. طلعنا جرينا على ممرض مصر القديمه، الناس قابلونا كويس وقال لك لو اتاخرت ربع ساعه كان الراجل ده مات، عشان في انسداد 100% في الشريان التاجي، واتعملت القسطره والدعامتين، والراجل في الرعايه المركزه هيخرج يوم السبت، الحاله لسه ما استقرتش. فاحنا كنا لحد بالليل مع الحاله، هنعمل محضر ليه؟ احنا انا اخويا بيموت ولا فطبعا مهتم بالحاجه الاهم بالظبط دلوقتي وهي بالظبط. المحضر. ففوجئنا ان الدكتور اسف بيعمل محضر خلاص، فاحنا بنرد، وراح النيابه، احنا رايحين النيابه نرد، انا متعور، وحتى رئيس المباحث قال لي ده انت جرح قطعي، قلت له انا مش في دماغنا ده، انا في دماغنا الحاله اللي بتموت، احنا واحد معاه حاله بتموت هيخش يعمل خناقه؟ فلازم نوضح. وحتى في بيان طلع من نقيب مصطفى كامل من بيوضح النقاب الكلام رأي والبيان طبعا كان بيوضح الامور وكان بيأيد جدا اللي حصل. الفنان يعني. لا لا، لان محمد ولا طويل لسان ولا بيشتم، ولا محمد في حاله جدا، ومحمد طول عمره زي ما بيقولوا بيحب الناس وابن بلد. انا بيحصل مبرري، وفي مريض انا موجود مبرري، بالظبط. الراجل ده اخواني اخواني، وانا باكد ونطلب من الامن الوطني تحريات الدكتور طب ايه مصطفى الاثبات طيب على ده؟ من شكله، بكلام. بالنظرات لينا. هو محمد بيقول له يعني صباح كان في الخير، ترصد من الاول. في صباح الخير يا دكتور، بص له من فوق لتحت وما رضيش يسلم عليه. حضرتك الحاله دعامتين، راح بص تاني، طب انت حضرتك صاحي ولا نايم؟ هتقولي الامن يرمي البني ادم ده بره؟ ده لو حد يعني غلبان مواطن عادي هتعمله فيه ايه؟ هتعمله فيه ايه؟ ومحمد رايح يبتدي واخوه عنده دعامتين، الدكاتره بيقولوا كمان ساعه كمان ربع ساعه لو ما كنتوش جيته كان الراجل مات. هو انا رايح اتخانق ولا رايح اعالج اخويا؟ بس هذه القصه كلها.